في الصالون الثانوي لجامعه الصقر من داخل اتيليه القاهره. يسرنا ويسعدنا النهارده ان يكون معانا اصغر يمكن فنانه مشاركه، الفنانه خلود عبد المنعم. مرحبا بيك. اهلا بحضرتك. انا عاوزه بقى قولي لي بقى انت النهارده مقدمه ايه، وهل بتشاركي معاهم لاول مره؟ هو دي مش اول مره اشارك فيها، بس انا المره دي مشاركه بصوره تصوير وصوره رسم. يعني انت بتشتغلي في المجالين، تصوير ضوئي وبتشتغلي بينتنج زيت كده؟ اه بشتغل في المجالين، بس الزيت يعني دي اول صوره زيت ليا، لكن التصوير انا بصور من زمان، بشترك في معرض. انت مع الجماعه بقالك فتره قد ايه؟ زمنيه مجموعه الصغر؟ لا، من اول ما اتعملت. من اول ما اتعملت انت مؤسسه معاهم؟ اه انا اصلا كنت بشتغل مع الدكتور خالد قبل ما تتنشر. اول ما ابتدوا رحت مع الدكتور خالد. طيب كلميني عن العملين اللي انت مقدماهم، كلميني على التصوير الضوئي الاول. وانا شايف التصوير الضوئي حاجه مبهره، وعاملاها انت من اسكندريه ومن البحر. طيب هو الفكره ان انا كنت عايزه اجيب اثرين مهمين بالنسبه للاسكندريه في نفس الصوره حتى لو هما ما بيجوش، ففكرت في اني استعمل مرايات. جبت مرايه هي شكلها شكل زي هلال، وهي اصلا عباره عن علبه فيها شكل هلال وفيها فتحه. طب مين علمك انت الافكار دي؟ لا، هي الفكره جت من نفسي. انت بتحب الكاميرا من زمان؟ طب كلميني على البينتنج. كلميني على التلوين. البينتنج انا باخد رسم من وانا صغيره، بس ابتديت رصاص وبعد كده فحم، اتدرجت ودي اول صوره بينتنج بالنسبه لي. يعني سؤال ليكي يا خلود، انا اقرب ليكي في الاحساس، التصوير الضوئي ولا التصوير الزيتي؟ هو بيقولوا ان انا اشطر في التصوير الضوئي، بس مش عارفه، انا بستمتع بالبينتنج اكتر، يمكن عشان بياخد وقت طويل وبحس بالمجهود اللي انا بعمله فيه. انا بتمنى لك التوفيق، والف الف الف مبروك على المشاركة. شكرا.